The Penguin مسلسل دراما وجريمة إنتاج 2024 لا يصلح لمن أعمارهم أقل من 18 عاما متوفر للمشاهدة على OSN Plus. العنوان العريض للحلقة الثامنة والأخيرة تدويج الظلام وصعود العنف وحش يؤمن بأكاذيبه. الحلقة الثامنة ختاما قويا للسلسلة والتقديم ملحمي لشخصية أوزولد المعروف باسم The Penguin في إطار فريد من نوعه يرسخ مكانته كزعيم الجريمة في مدينة جوثام. الحلقة قامت بإعداد خاتمة مظلمة وشائكة تجمع بين التوتر الدرامي والعواطف المكثفة مما يتيح رؤية متعمقة لطبيعة بينجوين كملك للظلام. هذه الحلقة التي أخرجتها المخرجة جينيفر قد أسست بدقة لبناء الأحداث منذ بداية المسلسل، حيث تبدأ بصراع ملتهب بين أوزولد وصوفيا وتنتهي برؤية أوزولد محققا حلمه بالسيطرة على عالم الجريمة. ولكن هذه القصة ليست مجرد قصة صعود وسلطة، بل تركز على رموز وخبايا تدور حول معنى العائلة والسلطة والصراع الداخلي، إضافة إلى استحضار شخصية باتمان في نهاية الحلقة لتكون مواجهة مرتقبة في عالم دي سي. تحليل الأحداث الرئيسية في الحلقة الثامنة: صراع مفتوح واعترافات مؤلمة. بداية الحلقة كانت مكثفة، حيث تستعيد أحداثا من الماضي عبر فلاش باك تظهر فرانسيس التي لطالما أخفت سرا عميقا يتعلق بطريقة مقتل أبنائها على يد أخيهم أوزولد. صوفيا اكتشفت هذا السر بمساعدة طبيب من أركم، مما يؤدي إلى مواجهة مباشرة بين أوزولد ووالدته فرانسيس التي تعترف بحقيقة كراهيتها له بعد ما فعله، وتقوم بطعنه بزجاجة مكسورة قبل أن تصاب بسكتة دماغية. هذا الاعتراف يعد نقطة تحول درامية كبيرة، إذ يكشف عن توتر نفسي عميق في شخصية أوزولد. لا يكون هناك مجال للكذب أو الإنكار، حيث يضطر أوزولد إلى مواجهة ظلال ماضيه. دقة التفاصيل في بناء صراع السلطة: بعد تلك المواجهة يهرب أوزولد من المكان مصطحبا والدته إلى المستشفى، ويستغل الفرصة ليضع خطة تقضي على صوفيا وتضعه على عرش الجريمة. يدبر مكيدة ذكية من خلال توحيد العصابات حوله ضد قادتهم، مقدما إياهم كقادة جدد موالين له وحده، مما يمنحه السلطة التي لطالما سعى إليها. في مشهد ذروة آخر يجعل صوفيا عاجزة وتحت رحمة الشرطة، حيث تعود إلى أركام كمجرمة تحمل عبء الجرائم. هذه الخطة المتقنة التي قام بها تجعله يظهر كعبقري استراتيجي متلاعب لا يعرف الرحمة، مما يعزز صورته كزعيم خبيث لا يثق بأي أحد. اختيار أوزولد بترك صوفيا حية: كان قرار أوزولد بإبقاء صوفيا على قيد الحياة محيرا، لكنه يتضح في النهاية كاختيار استراتيجي، فبدلا من قتلها يتركها لتكون كبش فداء في الأحداث، لتبدو أمام السلطات كالمجنونة التي نفذت سلسلة من الجرائم كحرب على عصابات ماروني، مما يسمح له بالتحكم أمام السلطات والمجتمع. هذا القرار يعكس قدرته على التخطيط البعيد والتلاعب ليحمي موقعه ويؤسس لنفوذه. الرمزيات في الحلقة الثامنة: العلاقة المعقدة بين أوزولد ووالدته فرانسيس. من خلال أحداث الحلقة تظهر الرمزيات المعقدة لعلاقة أوزولد بوالدته فرانسيس التي تعاني من الصراع الداخلي بين حبها له وكراهيتها لجريمة قتل إخوته. يعتبر هذا الصراع النفسي مرآة لتكوين شخصية أوزولد، شخص يعاني من ماضي مليء بالآلام والانكسارات، مما جعله يتحول إلى وحش يسعى للسلطة بأي ثمن. تمثل فرانسيس رمزية للمعاناة والتضحية، حيث تظهر في نهاية الحلقة بحالة خمول تامة غير قادرة على أن ترى نجاح ابنها أو تقديره، مما يعكس مأساة أوزولد كشخصية تعيش في عزلة. قتل فيكتور تجسيد للتحول النهائي لأوزولد. يتجلى تحول أوزولد الكامل في مشهد صادم، حيث يقوم بخنق فيكتور، الرجل الذي اعتبره لفترة طويلة عائلته ويده اليمنى. فيكتور الذي ارتبط بأوزولد بعلاقة عميقة من الولاء والمساعدة يلقى مصيرا مروعا، لأنه أصبح نقطة ضعف في نظر أوزولد. هذا العمل الوحشي يلقي الضوء على شخصية أوزولد كوحدة مغلقة وعنيفة، شخصية لا تقبل أي نوع من الضعف حتى ولو كان متمثلا في شخص مقرب. قتل فيكتور كان بمثابة تكريس لأوزولد كرجل بلا مشاعر حقيقية، مما يعزز الصورة النهائية كملك متوحش لمدينة جوثام. ظهور باتمان نهاية مفتوحة وإشارة لمواجهة مقبلة. مع انتهاء الحلقة نرى مشهدا رمزيا يظهر فيه إشارة باتمان مضاءة في سماء جوثام، مما يلمح إلى مواجهة مستقبلية بين أوزولد وباتمان في الأحداث القادمة. هذا المشهد
كناية على أن أوزولد قد وصل إلى ذروة قوته، ولكن العدل المتمثل في شخصية باتمان ستقف في طريقه، مما يعيد توازن بين الخير والشر في عالم دي سي. هذه النهاية تربط أحداث المسلسل بالفيلم المقبل The Batman Part 2، مما يمهد لصدام محوري بين الشخصيتين ويعزز من تداخل السرد بين المسلسل والفيلم. الرؤية الإخراجية: الإخراج تحت قيادة جينيفر في هذه الحلقة يظهر رؤية بصرية قوية تجسد التوتر والضغط النفسي الذي يعيشه أوزولد، حيث نجد أن الانتقالات بين المشاهد والشخصيات تنقل عمق العواطف وتلعب دورا كبيرا في بناء الإيقاع الدرامي. اختيار مواقع التصوير مثل نادي مونرو يعكس الطبيعة القاتمة للعالم الذي يعيش فيه أوزولد، فيما تعكس إضاءة المشاهد وجها من السوداوية الغامضة. استخدم الإخراج التكوين المغلق في العديد من مشاهد الحلقة، ولا سيما في اللحظات الذي يظهر فيها أوزولد محاطا بعناصر داخلية كالجدران الداكنة أو الإضاءة الخافتة. هذا التكوين يعكس حالة الحصار النفسي التي يعيشها، فهو محاصر بين ذكريات مؤلمة وشكوك تحيط بمن حوله. على سبيل المثال، عند مواجهة أوزولد مع والدته فرانسيس، يظهر التكوين وكأنه محاصر في صورة جانبية لهما داخل غرفة مظلمة، مما يعزز شعور الضغط النفسي والانغلاق. هذه الكادرات المغلقة تخلق توترا بصريا يعكس الصراع الداخلي المتفجر داخل شخصية أوزولد. التكوينات في الحلقة تمثل تعبيرا بصريا عن الشخصيات وقصصها، مثل لقطات المواجهة بين أوزولد وفرانسيس، حيث تم استخدام زوايا تصوير منخفضة وعالية لخلق تباين بين القوة والضعف. مشهد النهاية مع ظهور أوزولد بملابس جديدة ومتكاملة بينما تستلقي والدته مريضة يرمز إلى النصر المظلم والتكلفة العالية التي دفعها للوصول إليها. جاءت الإضاءة كأداة تعبيرية قوية تركز على الظلال العميقة والإضاءات الخافتة لتصوير الجو العام في مدينة جوثام وعمق العالم الداخلي لأوزولد. على سبيل المثال، في اللحظة التي يقوم فيها بخنق فيكتور، تسلط الإضاءة الخافتة الضوء على وجه أوزولد بينما يغرق الجزء الآخر في الظل، مما يعكس شخصية ثنائية متشابكة بين جانب يظهر فيه كشخص مسيطر وقوي وآخر مظلم يعكس وحشيته وانعدام الرحمة. هذه التركيبة الضوئية تجعل من الشخصية متعددة الأبعاد، حيث تثير الشعور بالغموض وعدم القدرة على التنبؤ بأفعاله. المونتاج: في هذه الحلقة يعزز تسلسل الأحداث بسلاسة ويقدم لمحة عن ماضي الشخصيات عبر فلاش باك ذكي، مما يضيف طبقات لفهم الحاضر. التقطيع السريع للمشاهد بين مختلف الشخصيات والأماكن يزيد من التشويق. الموسيقى محورية في تعميق الأجواء الكئيبة وخلق إحساس دائم بالخطر. تتدرج الموسيقى من النغمات الهادئة إلى الأكثر إثارة في مشاهد المواجهة، مما يزيد من حدة التوتر ويعكس الاضطراب الداخلي للشخصيات. الأداء التمثيلي والتميز في الشخصيات: قدم المسلسل أداءات مذهلة تستحق الثناء، حيث نجح كولين فاريل في تجسيد شخصية أوزولد بحرفية عالية، خاصة في لحظات الانفعال العاطفي والانهيار. جسد فاريل شخصية مليئة بالتناقضات تمكنت من إثارة مشاعر التعاطف والنفور في آن واحد. كذلك تميزت كريستين بأداء قوي كشخصية صوفيا، إذ لعبت دورا مركبا مليئا بالعواطف العنيفة والانتقام الموجه نحو أوزولد. أما أوكونول قد قدمت دورا مؤثرا في تجسيد شخصية فرانسيس المتداعية، والتي رغم ضعفها جسديا ظلت قوية في صراعها الداخلي. رمزي فليز فيكتور كان أداؤه هادئا ولكنه مؤثر، مما أضاف عمقا للعلاقة مع أوزولد وزاد من تأثير مشهد قتله في النهاية. في الختام، الحلقة ختام مثالي لمسيرة أوزولد إلى عرش الجريمة، حيث نجحت في تقديم عرض واقعي وقوي عن الوجه المظلم الطموح والشخصيات المعقدة. المسلسل استطاع بحلقته الأخيرة أن يؤكد أنه أحد أقوى الأعمال الدرامية في عالم دي سي، وأتمنى أن نرى المزيد من هذه الأعمال المشتقة من فيلم باتمان بنفس الجودة، ولنرى ما سيحدث خلال المواجهة القادمة مع باتمان. تقييم للحلقة الثامنة والأخيرة 9/10.